أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم.
سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وإذا كتب ربكم على نفسه الرحمة سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور
وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل مجرمين. الذين تدعون من دون إن الحكم إلا لله. ما عندي
يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه
ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم إلى الله
حاضر حاضر. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ليقضى وهو القاهر
عليكم حفظة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم عدوا وهو أسرع الفاسبين. صدق الله العظيم. صدقت يجري فيما قلت وابدعت فيما احكمت وقلت قولك الحق انك على كل شيء قدير. لقد صغت الاذان وسرحت العقول والوجدان في ذكر الله الواحد الديان. وكذا يا اخوتي اخوه الايمان والاسلام قد شرفنا بالتلاوه ذلكم العلم القراني وفخر قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والقارئ الذي شرف مصر في المحافل الدولية القارئ والمقيم بشكر اليمن من مركز زفتة بمحافظة الغربية. نقلة اذاعة المسامح حضرتكم من احدى وحدات الاذاعات المحلية. هندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراشة الكبرى الحديثة وكسر الضيافة المتنقلة وطاقم الخدمة والضيافة. فاتت من محلاتكم الكبرى محلات المتوكلين على الله. اولاد الحاج سيد حماد مقيمين بارانشو مركز بسيون. اخوات الايمان والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور له باذن الله تعالى المرحوم الاستاذ خالد فتحي عسل تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات عسل واقاربهم وانسابهم تقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء.